ايام جوزيه مورينيو. مورينيو سبيشال وان، الراجل اللي تمرد على كل حاجه، دمر اساطير انديه وضيع هيبه مدربين، اقوى مدرب ممكن تشوفه في المؤتمرات الصحفيه، الاعلام لعبته، صديق الكل وعدو الكل. جوجل instead of make stupid questions click google and try. عمل ماجد البورتو وحط تشيلسي على الخريطه في عز عنفوان السير فيرجسون وارسن فينجر، صنع تاريخ للانتر وزلزل قلعه جوارديولا، واخر مدرب توج بالالقاب مع اليونايتد، واللي على بعد خطوه من اول لقب اوروبي في تاريخ نادي روما. بس لو ده اللي تعرفه عن مورينيو يبقى مش كفايه، انا بقى جاي احكي لك الحكايه. اسمه جوزيه ماريو دوس سانتوس مورينيو فيليكس، من مواليد 26 يناير 63، اتولد في سيتوبال بالبرتغال، متجوز من ماتيلد فاريا المولودة في أنجولا، وعنده بنت اسمها ماتيلدا وولد اسمه ماريو. وبما ان البيوت اسرار فحلو على عيلته كده. اصيل يا برحة اصيل يا. على عكس المعروف والمنتشر ان مورينيو ما لعبش كورة، فهو لعب بس كان لاعب متوسط المستوى وممكن يكون ضعيف كمان، كان لاعب وسط لكن مسيرته ما كانتش فيها اي نجاحات تذكر. علشان يقرر يهتم بالدراسة، كان عاجبه عالم الكورة جدا فقرر يدرس في جامعة لشبونة التقنية ويدرس لغات كمان، فقدر يتعلم الإنجليزية والإسبانية بالإضافة للغة الأم البرتغالية، ودي كانت بداية المجد. تعدد لغات مورينيو ساعده يرجع لطريق الكورة من جديد لما تعين كمترجم للسير بوبي روبسون وقت ما كان مدرب لبورتو. وخلال الفترة دي كان مورينيو مقرب جدا من روبسون، وما كانش بيكتفي بدوره كمترجم بل كان بيدرس التدريب تحت قيادته، علشان يجي عرض للسير روبسون من برشلونة ويقرر ياخد معاه مورينيو كمترجم لانه بيتكلم اسباني بطلاقة وكمساعد مدرب، على عكس المنتشر ان مورينيو كان مترجم بس في برشلونة. في فترة برشلونة مورينيو أظهر شخصيته القوية جدا 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 وسرعة تعلمه، فمثلا قدر في فترة قليلة يتعلم الكتالونية علشان يتعامل مع الصحافة المحلية، والسير روبسون كان معروف عنه الهدوء فكان بيدي مورينيو صلاحيات الرد من غير حتى ما يرجع له. ده حتى كان في مؤتمرات كان السؤال بيتوجه لروبسون بس مورينيو كان بيرد من غير ما يترجم حتى السؤال لروبسون. بعد فترة راح على السير عشان يحل محله فان جال ويطلب ان مورينيو يفضل معاه كمساعد مدرب، لان فان جال كان معجب بيه جدا وشايف انه بيتعامل مع الصحافة بشكل ممتاز. بص من الاخر هو شاف مصلحته في انه هيشيل عنه كتير. في الفترة دي وتحديدا سنة 2000 جاله عرض من بنفيكا، ووقتها استشار استاذه فان جال اللي قال له لو عايزينك كمدير فني روح، لو عايزينك كمساعد مدرب خليك في برشلونة، مين عارف ممكن تمسك مدرب هنا لما نمشي. لكن بعد توتر الأجواء في بنفيكا ورحيل الأسطورة يوب هاينكس، اتعرض على مورينيو وظيفة المدير الفني بالفعل وقبل بيها، وهنا حصل صدام مع مدرب معروف في عالمنا العربي جوز فالدو فيريرا مدرب الزمالك دلوقتي. فيريرا كان زي مستشار فني لبنفيكا، تمام، وإدارة النادي كانت عايزة يبقى في جهاز مورينيو كرقيب ليه، خاصة انها اول تجربة لمورينيو وكبيرة جدا جدا، تمام. مورينيو ساعتها كان عنده 37 سنة بس، لكنه رفض وصاية فيريرا وطلب تعيين كارلوس موزير كمساعد لي. الحرب بين مورينيو وفيريرا كان ليها تاريخ طويل من قبلها. انا اقول لك، فيريرا كان محاضر في المعهد العالي للتربية البدنية اللي درس فيه مين؟ ايوه مورينيو، وكان بينهم مشاكل كتير خلال الوقت ده. تخيل دكتور الجامعة بتاعك اياه، فاكره لما ربنا يكرمك ويجي يشتغل تحت ايدك، ادعيلي ربنا يكرمني انا وتحصل معايا وهعمل لك حكاية عنها مخصوص. في حكمة كده بتقول عندما تصل للقمة لا تكن نسخة من جلادك. مورينيو رمى الحكمة دي في الزبالة وجاب كرباك وغرقه زيت ونزل على دماغ فريرة، لدرجة ان في مرة قال على فريرة قصة فريرة بتفكرني بقصة حمار اشتغل لمدة 30 سنة لكن عمره ما عرف يبقى حصان. المهم بعد كل القلق ده مورينيو ما دربش بنفيكا غير 9 ماتشات بس، وده لان رئيس النادي اللي عينه واللي كان اسمه جواو فالي خسر الانتخابات وجي مكانه مانويل فيلارينو، واللي اول ما مسك رزع تصريح كده انه عايز يجيب انطونيو خوسيه كمدرب للفريق. في الوقت ده كان مورينيو كسب لشبونة 3-0، وفي عز الاحتفالات طلع على رئيس النادي قال له انا عايز اجدد عقدي، لكن عمك مانويل رفض فمورينيو استقال في ساعتها وقام ماشي. فيلارينو قال على الواقعة دي انا كنت غبي جدا، لو رجع بيا الزمن هجدد له من غير ما انطق بكلمة.
بعد ما مورينيو استقال مباشرة. جاله عرض من السير بابي روبسون اللي كان بيدرب نيوكاسل علشان يشتغل معاه كمساعد مدرب، لكنه رفض لأنه قرر يكمل رحلته كرجل أول ومش هيرجع مساعد تاني أبدا. في الفترة دي في البرتغال كان في فريق على الله خالص كده اسمه أونياو ليريا، قرر يدي فرصة لمورينيو كمدرب بعد ما عجبهم أداؤه مع بنفيكا، وعينك ما تشوف إلا النور. مورينيو عمل بيهم موسم محدش كان مصدقه، عمل سلسلة 8 مباريات بدون هزيمة، 6 فوز وتعادلين، وخلص الدوري في المركز الرابع بفارق نقطة عن بورتو وبنفيكا و6 نقاط عن الصدارة، علشان يلفت نظر الكبار وعلى رأسهم بورتو لأنه مستحيل هيرجع تاني بنفيكا. ويقرر بورتو يعين مورينيو في 23 يناير 2002، وقتها كان بورتو في المركز الخامس بالدوري وطلع من الكاس وآخر مجموعته في دوري الأبطال، علشان يجي الساحر ويخلص الموسم في المركز الثالث بعد 15 مباراة بدون هزيمة منهم 11 فوز. وفي المؤتمر الصحفي الأخير في الموسم قال احنا أبطال الدوري السنة الجاية. وقتها حط قائمة تعاقدات نارية لبورتو، خد عندك ريكاردو كارفاليو، ديكو، فيتوريايا، هيلدر بوستيجا، باولو فيريرا، ونونو مانيش وغيرهم، وقال هم دول العمود الفقري اللي هاخد بيه كل حاجة. فترة تحضيره للموسم الثاني كانت غريبة شوية. مورينيو حط برنامج تدريبي كان بينص على ان الفريق يجري 20 كيلو، ولو انت ما تعرفش مورينيو ايامها كان بيعتمد على الضغط العالي بتاع كلوب، يعني كل لاعب لازم يجري من غير ما يقف طول المباراة، والجانب البدني كان رقم واحد عنده. الموسم ده خلص بتنفيذ مورينيو لوعده والفوز بالدوري البرتغالي على حساب بنفيكا وبفارق 11 نقطة وبرصيد 86 نقطة من أصل 102 نقطة، وده رقم قياسي فضل صامد ل 2016، وكسروا بنفيكا وفاز بكاس البرتغال على حساب الفريق اللي عمله أونياو ليريا. فكرك بس كده؟ لا، فاز بالدوري الأوروبي على حساب سيلتك عشان يبقى حقق ثلاثية تاريخية لبورتو. الموسم اللي بعده مورينيو سيطر محليا في الدوري البرتغالي، فاز بالدوري قبل نهايته بخمس أسابيع، ولكنه خسر الكاس في النهائي قصاد بنفيكا، لكن بعد أسبوعين بس عمل المعجزة وفاز بدوري الأبطال مع بورتو. خد عندك بقى طول مشواره في البطولة ده خسر مباراة واحدة بس، كانت قصاد ريال مدريد في دور المجموعات، وتعادل مع الريال في سانتياغو برنابيو وأقصى ليون ومانشستر يونايتد وديبورتيفو لا كورونيا، وفاز بسهولة في النهائي على موناكو. مباراة اليونايتد واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة القدم، لما بورتو سجل هدف فوز في الدقيقة 89 ومورينيو جرى بطول الملعب كله في لقطة هتفضل خالدة في تاريخ الكرة. وبعد الفوز بدور الأبطال مع فريق برتغالي أقل شهرة من كل الكبار وينتصر على سير فيرغسون، بدأ مورينيو يكتب اسمه على خريطة المدربين ويلفت نظر الكل. وهنا السؤال، مين مورينيو أبو 42 سنة ده